طيب عايزين نطمن على الفريق ونشوف اخر الاستعدادات. امبارح كان في مران خفيف، دخول في معسكر مغلق، البرنامج اليوم النهارده ازاي والجهاز الفني ازاي بيفكر في مباراه دجله. اذهب مباشره الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي في فندق الاقامه مع الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان نتعرف منه عن اخر الترتيبات واخر الاخبار بالنسبه للفريق قبل التحرك الى ملعب الاهلي والسلام. مساء الخير يا فاروق. مساء الخير يا محمد، ده كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب عايز اعرف منك الكواليس، وانت دايما معودني على معلومات حصريه اخبار حصريه، بتهتم جدا بادق التفاصيل في وجودك في معسكرات فريق النادي الاهلي، اخر اخبار الفريق والجديد عندك من داخل المعسكر قبل مباراه دجله. خليني يا محمد، طبعا انا مش هزيد على الكلام اللي انت قلته على اهميه هذه المرحله واهميه مباراه وادي دجله، لذلك الاجتماعات مستمره، يعني الاجتماعات بتعقد يعني بصوره مستمره من مستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني مع اللاعبين وايضا اللاعبين الكبار الموجودين النهارده في فريق النادي الاهلي او في قائمه الفريق سواء سعد سمير ورامي ربيعه ودورهم مع اللاعبين في يعني تحفيز اللاعبين بضروره اهميه هذا اللقاء. واعتقد كانت ابلغ رساله هو وجود الكابتن محمود الخطيب في المران خلال الفتره اللي فاتت مع اللاعبين من اجل يعني ايصال اكثر من رساله للاعبين على اهميه هذه المرحله، مباراه طبعا في غايه الاهميه. مستر بيتسو موسيماني في كلامه مع اللاعبين حذر من عدم الاستهانه بفريق وادي دجله، عدم النظر لموقع فريق وادي دجله انه بيحتل المركز قبل الاخير في الدوري المصري، شدد على اللاعبين على ضروره استغلال انصاف الفرص. من بعض الامور المهمه اللي هو اتكلم فيها قال ان المرحله اللي احنا موجودين فيها مرحله لا تقبل اي يعني تهاون في تضييع اي نقطه. الكابتن سعد عبد الحفيظ عايز اقول لك يعني حريص جدا ان هو الرسائل المستمره للاعبين. اجتماعات النهارده شفتها يا محمد، طبعا انت متعود على هذه الاجواء مع الفريق، شايف الاجتماعات اللي بتبقى بتعقد يعني بصوره مستمره مع افراد الجهاز الفني. النهارده اكثر من اجتماع ما بين مستر بيتسو موسيماني مع كيفن جونسون ويوشا وموسي محلل الاداء، اجتماع ايضا مع الكابتن سعد عبد الحفيظ، الجلسات الثنائيه ما بين الكابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان. واضح يا محمد على ملامح الجميع ان خلاص المرحله اللي جايه مرحله لا تقبل يعني ما يبقاش في بعض ولا تهاون او استهانه بالخصم، لا اللعيبه كلها مركزه الجهاز الفني. طبعا الانعكاس اللي موجود على وجوه الجميع بينعكس على اللاعبين. ان شاء الله يا محمد المرحله مهمه جدا، بطوله مهمه جدا، اللعيبه كلها مركزه ان شاء الله. طبعا انت عارف انك توصل للبطوله ده شيء صعب جدا، لكن الاصعب انك تحافظ على البطوله. يعني لو هكلمك برضو يا محمد على تفاصيل اليوم النهارده، اللاعبين لاعبي النادي الاهلي تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3 عصرا. يعني خلال الوقت اللي انا بكلمك فيه يا محمد بيبدا يعني بيتوافد لاعبي النادي الاهلي لدخول المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني اللي هتكون في تمام الساعه 5:30، ثم التحرك لملعب المباراه يكون في تمام الساعة 7. طبعا انت عارف يا محمد نظرا يعني لدرجات الحرارة المرتفعة اللي بنشوفها في الوقت الحالي او الفترة الحالية، مستر بيتسو موسيماني كان حريص ان هو يجتمع مع طبيب التغذيه دكتور عبد الرحمن سعيد، اللي طبعا الوقوف على بعض يعني البرامج الغذائيه الموضوعه للاعبين، يعني توفير بعض الامور الخاصه بالمشروبات او المأكولات اللي تعوض فقد اللاعبين لكميه كبيره جدا من السوائل. خلي بالك يا محمد نقطة مهمة جدا، مستر بيتسو موسيماني بيدقق جدا على هذه الأمور وبيتابع كل كبيرة وصغيرة في هذا الأمر، أيضا توقيتات تناول الوجبات بالنسبة للاعبين ده شيء مهم جدا، لأنه بيتوقف على بعض الأمور سواء التكتيكية أو بعض الأمور الخططية بتبقى خاصة بمستر بيتسو موسيماني. أكيد برضه محمد أنا عايز أقربك بالظبط يا محمد. طيب فاروق أنا عندي سؤال اتفضل مهم جدا متعلق بلاعبي المنتخب الأولمبي اللي انضموا لمعسكر الأهلي بعد العودة من طوكيو، يمكن الجهاز الفني استعان فقط بصلاح محسن. عايز أطمن على باقي اللاعبين، يعني طاهر محمد طاهر، محمد الشناوي، هل غيابهم النهاردة لإعطائهم مزيدا من الوقت للراحة؟ هل لا قدر الله في إصابة مثلا عند الشناوي خفيفة ممكن تعيقه خلال الفترة اللي جاية؟ يعني الكواليس دي الجمهور بيحب برضه يطمن ويعرف منك التفاصيل بما إنك أنت قريب الصلة من معسكر الفريق وموجود معاهم في كل الأوقات. بالظبط يا محمد، يعني انا هطمنك في هذا الامر، وايضا يعني ان شاء الله برضه هطمنك على جانب فريق وادي دجله، وان شاء الله هننفرد من خلالك من خلال قناه النادي الاهلي بالتشكيل المتوقع او يعني التشكيل بنسبه فريق وادي دجله بنسبه 99%. خلينا نتكلم في النقطه اللي انت اتكلمت فيها، ونقطه في غايه الاهميه. طبعا كان لي حديث مع الدكتور احمد ابو عبله وحاولنا برضه نستطلع يعني نطمن على الخماسي اللاعبين اللي حصلوا على الراحه. كان الجهاز الفني طبعا انت عارف محمد اختلاف الساعه البيولوجيه ما بين مصر واليابان، الجهاز الفني فضل ان هو يدي للاعبين مزيد من الراحة، ودي النقطة يا محمد اللي احنا يعني من دايما بنتكلم فيها في النادي الأهلي. النادي الأهلي ده يهمه طبعا هو سلامة اللاعبين،
بعيدا عن بطوله في ظل الضغط. يعني النادي الاهلي في اشد الاحتياج للاعبين الموجودين، لكن النادي الاهلي دايما بيبص لمصلحه اللاعب. النادي الاهلي طبعا هو مش هقول بيدفع فاتوره يعني ان هو دايما بيقدم اللعيبه للمنتخبات الوطنيه، والنادي الاهلي طبعا سباق في هذا الامر. طبعا الخماسي اللي كان موجود مع المنتخب الاولمبي انت عارف الامر كله بيتوقف بس على فتره الراحه، لكن عقب المباراه ان شاء الله في اول تدريب المجموعه هتكون موجوده. ايضا عايز اطمنك ايضا على وليد سليمان، لان كان يعني تطرقنا مع الدكتور احمد ابو عبله لوليد سليمان، قال لي وليد سليمان عقب مباراه سيراميكا هيكون موجود معانا في التدريب ويشارك بصوره يعني ان شاء الله بصوره كامله، وهيكون موجود مع الفريق عقب مباراه سيراميكا. لكن الامور يا محمد الخاصه بالخماسيه بطمنك الشناوي، اللاعبين طاهر اكرم توفيق، يعني عقب المباراه ان شاء الله هيكون في تدريب للفريق غدا، هيكونوا موجودين ان شاء الله في تدريب الفريق باذن الله. باذن الله. طيب التشكيل المتوقع لوادي دجله بالظبط يا محمد، يعني بالنسبه لفريق وادي دجله انت عارف ان الكابتن عبد الباقي جمال كان تولى المسؤوليه يوم 25 مايو خلفا لماريو سلس. من النقاط المهمه جدا برضو اللي احنا عايزين ننوه عليها ان فريق وادي دجله فريق قوي جدا، يعني مع الكابتن عبد الباقي جلال لعب 4 لقاءات، تعادل في 3 وفاز في لقاء على فريق اسوان. كابتن عبد الباقي جلال عبد الباقي جمال قدر ان هو يتكلم مع اللاعبين برضو من بعض الامور اللي نتوصل ليها على ان هو يحفز اللاعبين ان دي يعتبر اخر فرصه لفريق وادي دجله لتحقيق نتيجه قد تكون دفعه معنويه. ايضا استغلال حاله الاجهاد اللي بيعاني منها فريق النادي الاهلي، شدد على اللاعبين على ضروره استغلال هذا الامر. تشكيل المتوقع لفريق وادي دجله هيكون محمد عبد المنصف في حراسه المرمى، قدامه 2 قلبي دفاع محمود مرعي وخالد رضا، في اليمين بسام وليد، في الشمال اسحاق ويعقوبه، 3 في نص الملعب كابتن عبد الباقي بيلعب ب 4-3-3، 3 في نص الملعب محمد عبد العاطي ومحمد رضا واحمد سعيد، قدامهم 3 حسام عرفات صلاح امين واحمد عاطف. ده التشكيل يا محمد الاقرب والمتوقع لفريق وادي دجله طبقا لاخر تدريبات فريق وادي دجله. زميلي العزيز فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات من معسكر فريق النادي الاهلي وفندق الاقامه، قبل طبعا التحرك بعد قليل وعقب المحاضره الى ملعب الاهلي والسلام لخوض مباراه وادي دجله.